قسمة الإعلام سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أوجه كل الشكر والعرفان لسيد رئيس الجمهورية على منحه لشخصية متواضعة ثقته لأكون على رأس أحد الوزارات المهمة والاستراتيجية في الحكومة الجزائرية. أود أيضا أن أشكر أخي وزميلي السيد الوزير السيد ياسين مرابي على كل المجهودات التي قام بها على رأس هذا القطاع لتمكين القطاع حقيقة أن يكون له أثر في الوسط الاقتصادي وفتح آفاق كثيرة لكل المتكونين على مختلف على مستوى مختلف مراكز ومعاهد القطاع على مستوى كل دول الوطن. كما تعلمون اليوم الاتجاه الذي تأخذه الجزائر هو قبل كل شيء بناء اقتصاد قوي واقتصاد مستهر، فتح المجال للشباب وتمكينهم من المساهمة الفعلية في بناء هذا الاقتصاد. أنا متيقن أنه بمساعدة كل الإطارات والكفاءات في هذه الوزارة إن شاء الله راح نتمكنوا من حقيقة جعل قطاع التكوين المهني القلب النابض لكل هذه الإصلاحات بتوفير اليد العاملة المؤهلة بفتح أفاق لكل المكونين بنشر أيضا ثقافة المقاولاتية داخل المعاهد والمراكز وبتمكين أكبر عدد من الجزائريين ولا سيما الشباب منهم من النجاح في وطنهم. مرة أخرى أشكر السيد الوزير على كل المجهودات التي قام بها على رأس القطاع وأتمنى له المزيد من النجاح والتألق في مشواره وأنا جد سعيد بانتمائي من اليوم إلى هذه العائلة الكريمة وزارة الحكومة. شكرا.